مرحبا، يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم. اليوم كان في شغلة غريبة apparently إنه في عنا عيد في كندا اسمه The Coffee National Coffee Day. بالصدفة بدخل على الآب بدي أطلب كوفي من ماكدونالدز، اللي بقول لي Happy Coffee National Day It's free today. أوكي طلبتها. بعدين بسأل هذا، بقول لي يا والتيم هورتون كمان. فدخلت فعلا على آب التيم هورتون، طلع عندهم برضو فري كوفي توداي. فعملت سيرتش وانا قاعد غاد، اللي طلع انه في كندا اخر ساندي في سبتمبر بيعتبروها ذا ناشونال كوفي داي. يعني إشي أول مرة بسمع فيه، إذا 10 سنين في كندا لكن أول مرة بسمع فيها. فبوزعوا قهوة بلاش، يعني شغلة كويسة، صحة وعافية. وهينا أخذنا لارج كوفي فور فري من ماكدونالدز، ما شرينا تبع تيم هورتون طبعا لأنه واحدة بتكفي الليلة بننام. ونراكم على خير، سلام. أعجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب لايك كومنت وشير.